This is Bisan from Gaza. We're still alive and I'm now in El Mawasir. So we're talking about the area, the space of a small park or maybe an airport. How could this tiny area accommodate 2.25 million displaced Gazans? Many people came in the previous days to these areas. Now people are coming to make tents even in these areas. So even the areas that people are using to have some fresh air, to maybe put on the fire, to cook, to use as bathrooms, will be used to tents in the upcoming days. شو اسمك؟ وبيحكوا لي والدة هاني انت، احكي لي شو صار معك؟ أنا اسمي روان، ولدت طبعاً في خيمة. كلها طبعاً اليوم. طبعاً هذا عذاب كبير بالنسبة للوالدة، بالنسبة للنظافة الشخصية، للطفل، يعني في النهار حار، في الليل برد، هذا بيأثر على ضغط الطفل. شو كنت بتتمني أول يوم اللي هيكون كيف شكله؟ والله تمنيت أكون في دار، هذا أول حاجة يعني. شو سميتيها؟ لسه والله بعد الحرب. رايحين ما قدرت عند المعيش علاج، ترى خمس شهداء اللي راحوا حرام، هذا ظلم، احنا وين نلقي هذا؟ احنا اطفالنا مرميين في الشوارع، نفرش لين نفرش، ولا عندنا اكل، ولا عندنا شرب، ولا عندنا حمامات، انا مره كبير وين اروح اصلي؟ احكي لي عن الحمامات في المواصل. فيش حمام في الفرجوره وفي العمل في هذا. قصد الحمام الكل هيك؟ الكل هيك هي قاعدة حوالي أكثر من 80 نفر وهي أم مريضة هي قاعدة على كرسي هي قاعدة إلا أكثر من موسم الحرب حتى الآن ما خدش الدواء هي طلع كيف مسك فيها هي طلع هي سن كبير هنا تعمل وهي يوم عن يوم أسوأ في الحالة وهي قاعدة زي هيك مباح بالليل أجينا وهي دوبنا بمشي حالنا هذه ابن جوتها راح وأنا ولدي ثلاثة معاهم راح طب احنا وين نتنجر من هنا لهنا 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 واحنا ما فيش لا حين معنا علاج لا هذا معي علاج ولا انا معي علاج ولا حين وهذا رجله كمان بده بصه وكمان هذا رجله انت مصاب بعرف صحيح انا مع بلاتين هنا وبلاتين تحت يعني الواحد مش عارف كيف دينام على الارض بدي غيار كل يومين الحين كل اربع ايام بالعافيه بغير يعني لو ما اختنا مريضه ممرضة وبنشتغل رشاش وبنعمل كان الواحد بلاقيش كان رجليه بتروح بتنقص زي رجليه منقص So المواصي width is almost 1 kilometer with a length of 14 kilometers It's really a small area and its sandy nature make it like it's barren without any trees, without any agricultural crops, without nothing but sands Heat at the day hours, cold at night, dust all over the day hours so it's almost impossible for people to live here. السلام عليكم. بتعملي قاعدة؟ بغسل والله. والله مية بعد عنك يعني لا تصلح لا للشرب ولا للغسيل ولا لحاجة ريحتها الله يعزك مثلا. بس بنقول يلا أحسن من بلاش. والله يمكن أقل حاجة بدهم 2 كيلو مسافة يمشوها عشان يجيبوا لنا شوية مية. بدل ما انه ننظف الغسيل بتوسخ بمرض الطفل منه هذه مية غسيل هذه اللي عايش فيها اولادنا المية من وين انت بتشرب مية طيب؟ احنا بنروح نشرب قنيه بثلاثة شيكل حلوة ولا مالحة؟ مالحة واقول لك لها ريحة طيب القلان الصفر اللي بشوفها مع الناس من وين بيعبوهن؟ من المحطة منيح انهم لاقوا مية في المحطة نشرب شوية وبقطعوها كمان امرار بعيدة بدها يمكن 3 كيلو 4 كيلو بنروح على الوكالة بيقولوا لنا فيش مية هي حياتنا تدمرت من الأخير So people are trying to find the dry wood as much as they can because it's the only source of energy it's the only way to make the fire to cook to do anything actually and you know it's the coastal area there's no trees all these let me say wood that we see people cut this wood or collect it from far areas in Rafah then walk to Al-Mawasi again
The safety is not just the that there is no bombing or there is no invasion. There is no food. There is no water. There is no places here. إيش بتعملي؟ بعمل لهم والله مجدرة. هاي هذه منها فطور وغدا وعشاء. خليهم صايمين من الظهر يا الظهر. انت من وين اصلا جاي؟ انا من غزه لسه عمرت عمي. هيها ناخذ الاغراض من كل وحده بتاخذ غرض شغله يا شغله. بنستنى الاكل على الدور بنعمل الاكل منه فطور وغدا وعشاء اكله واحده. So at first, people started to make the tents around UNRWA logistic base, so they could be near to the UN, near to safety, and not being bombed, or that how they think actually, and near to the food and aids. But after the people in Khan Yunis evacuated to Mawasi, the place became crowded. The food is not enough. The tents are not enough. Nothing is enough here. احكي لي شوي عن المساعدات اللي هن. المساعدات يعني يومين الثالث بتنقطع. الناس كانت برا جعانة، هجمت الناس، اخذوا كل الطحين اللي هان. كان في هان كتير رز، انقطع الرز، الناس هجمت على الرز ولا اشي ضايل. الناس هان جعانة، نصهم جوعانين. وين احنا هلقيت؟ مخازن الوكالة تبع أطرف اللي حوالي 47 بيحكوا المواصي أمان، شو رأيك؟ نعم صحيح، لسه جايين الدور ونقالوا خان يونس أمان، وقالوا البريج أمان، وقالوا المدارس أمان تاعت الوكالة. أغلبية اللي انقصها في نون بهدلين احكي لي كيف وضع الطحين والمية؟ سيء جدا، المية بنشربها وسخة كثير، غير المية المفلتر هذه اللي بيجيبوا لنا إياها عشان نحط عليها الطبيخ. يعني اليوم بقول لك كل أسرة بدنا نعطيها ثلاث قزاز للزهر، ولا الطبيخ ولا الشاي ولا المي اللي الصغار يشربوا ولا لا يشربوا. إلا ثلاث أيام بناكل كورن وروز، والمصارف هي كافية للأكل والشرب. فيش معلبات غالية، كل يوم بيزيد الأمر غلاء. مش مريح إنه لقينا الرز عشان ناكله. This is the area that people. Do you hear that the unmanned and the warcrafts? And the plans, even here, we can hear all these things. إيش تلعبوا؟ لعب كورة نرفع عن حالنا شوية. شايف كيف خيم قصف صواريخ طالع صواريخ نازل. أي حاجة مفوق عن نفسنا يعني. وين جايب هاي الكورة؟ الكورة كان جايبها ابن عمي معها ساعة الإخلاء، ساب أوعية وجاب الكورة وجاي يجري. طيب يلا نزل العب يلا. تعال امشي نادي الأولاد يلا بدك. So, again, it looks like it's not suitable for living, for sheltering, for evacuating. It's just good for football. So let's see this match. Yalla. Oh, yeah.